من الروايات عندنا في نهج البلاغه ان الجرير خان الامانه في محاضراته وفي مراسلاته بين الامام علي ومعاويه. وانت تفضلت دكتور سماحتك انه كان قائدا في معركه القادسيه. كان قائدا لا اي لم يكن قائدا نعم لازم يكون لها قائد امان. نعم. حتى يقوي الروح المعنويه. نعم. بالنسبه لهم. نعم. ويدفعهم الى القتال. نعم. ويتبعون الاوامر. لان هم العرب حتى ما تذكروا الحرب في الاسلام. ما كانوا يطيعون او يتبعون الاوامر قاده من قبائل يستقبلوها دائما هذه الفكره هذه الخصوصيه راعوها للحرب. نعم. حتى ما تصير اي